يا ماما؟ بتدوري على حاجه؟ ما شفتيش الاشاره بتاعي؟ ما انا غسلتهولك ونشرته زي ما هو نشف على الحبل دلوقتي. طيب انا حلاقيه يعني حلاقيه. بتدوري على حاجه يا تيتا؟ مالكيش دعوه انت. وده ايه ده كمان؟ لمي كراريسك دي، مش لما واحد يضيع تقعدي تعيطي. بس يا تيتا ده مش بتاعي، بتاعي صغنن وعليه دبدوب، ممكن يكون بتاع عمته سناء. سناء؟ سناء. الكراسة دي بينها بتاعتك، بنسرق العلم اللي بيشر اسم الله. لا يا ماما الكراسة دي مش بتاعتي. وبعدين ايه الخط المقرف ده؟ مش بتاعتك ازاي؟ مش عارفة مش بتاعتي دي ايه. تعالي يا ماما. ايه؟ تعالي اسمعي. ايه؟ حينما تفتحت كزهرات لوتس برية، كنت أحلم بفارس أحلام الذي سيخطفني على جواديه الأبيض الزرمكشي. دي ما عندهاش قواعد لغة خالص. ولكن حظي الأعثر جعلني زوجة لعادل الذي خطفني على كبوت سيارته المهكهكه، فقد كنت أحلم دائما بذكر بالغ، يعني راجل كبير يقود القطيع، لا أن يقودوه هو وأن يكون هو الفعل وليس رد الفعل. وهي مأساتي مع عادل الذي يتبع فيه أحياناً كثيرة تقوس والدته الشمطاء التي تشبه كثيراً أحدى بنوتردام، وأخته السايكو بربرية. السايكو بربرية؟ أنت سايكو بربرية؟ يا سلام، عجبتك قوي السايكو بربرية والشمطاء اللي قبلها بسطر دي، ما خدتش منك أي إحساس؟ هي مش شمطاء، دي شتيمة. دي شتيمة وحشة قوي يا ماما. وحشة قوي يا ماما؟ دي من قاع المجتمع يا ماما. يا خرابي، هو ايه البتاع ده؟ دي مذكرات رانيا يا ماما. طب وحياة شرفي، لاروح اجرجرها بشكرها واشدها من شعرها ووريها الشنطة دي على حق. لا اهدي يا ماما، ولا يكون عندك فكرة، انا هأدبها لك. ازاي؟ بص يا ستي، انا لما يكون عندي ولد في الفصل مضايقني ما بضربوش، بتعلقيه من رجليه. ليه يا ماما وانا منى الغوله؟ بسيبه على جنب وافضل ازله لغايه لما يتخنق يجي يبوس ايدي يقول لي عشان خاطري اضربيني وريحيني. طب ما تزليها تزليها، هتشوفي عيني ليكي. ديك النهار يا عادل، أم ميرفت الأميرة الطيبة اتخانقت معاهم وشوشو تحت الخضار على حزمتين فجل، وقالت لها كلمة كده أنا حاسة إنها مش ولا بد، قالت لها يا شمطاء. شمطاء دي كلمة فارسية مكونة من مقطعين، أول مقطع شمط وهو حيوان موطنه جمهورية خوارزم، والمقطع التاني ميه ده النداء الرسمي للخرفان في العيد. قالت لها يا شمطاء أم ميرفت وأم شيماء اتخان، وقالت لها يا شمطاء ده كانوا بيردحوا البعض في البرنامج الثقافي ولا ايه؟ معناها ايه دي بقى يا عادل؟ والله اللي انا اعرفه ان شمطاء دي يعني ست العجوزة الكركوبة اللي جلدها مكرمش اللي طقم اسنانها واقع. سيبنا بقى من الكلام ده، خلاص بقى أم ميرفت الطيبة الحلوة الجميلة يتقال لها يا شمطاء أم شوشو المزغودة اللي ما عندهاش دم. أم شوشو هي اللي قالت لأم ميرفت كده؟ بقول لك ايه، شمطاء ومكرمشه بقى أم ميرفت مكرمشه، ده احلى حاجه فيها بشرتها ولا حسنتها ولا ضحكتها الغمزات يبقوا في خدودها يجننوا. ضحكتها ايه يا ماما؟ أم ميرفت دي ضحكتها بتجيب اخر الشارع. اخلص يا عادل، ما تقولش على أم ميرفت كده، احلى حاجه فيها ضحكتها. لا حول ولا قوة إلا بالله،
ماما دي عجيبة. شوف امبارح ما كانتش طايقة ام ميرفت ومتضايقة منها جدا انها اخرت ايد الهون ساعة اللي استلفتها منها. النهاردة مستعدية تتبرع لها بكليتها الشمال. عادل روحي حياتي ترارارا. يا سلام، ايه المشاعر الفياضة اللي انت جبتيها دي؟ نزلتيها منين؟ من على النت؟ اسكت يا عادل، اما النهاردة حصل حتة حكاية. ايه حصل ايه؟ شيماء زميلتي في المدرسة مدرسة الكيمياء فجأة كده يا عادل عايزة تتطلق من جوزها. اه تتطلق ليه؟ بعد 10 سنين جواز فجأة بتقول ان هو ما بقاش فارس احلامها اللي المفروض يخطف على حصان. يخطف على حصان؟ هي طموحها انها تتجوز عربجي؟ مش طرت على فارس احلامها يخطف على حصان ابيض يكون زمر كوشي. زمر كوشي؟ كانت عايزة تتجوز مملوك ولا ايه؟ ايه يا روني مالك يا حبيبتي، اعصابك تعبانة ولا ايه؟ في يا راني ايه اللي حصل؟ لا يا عادل، ده ارتطام عفوي. ماما بتدور على حاجة؟ يمكن بتدور على اسم النبي حارسها وصيرنا مذكراتها. اه مذكراتها. اللي قالت عليكي فيها سايكو بربرية. واللي قالت عليكي فيها انك شمطاء. طب تفتكري بقى ممكن ما تلاقيش اسم النبي حارسها المذكرات دي؟ هي لو فتحت دماغها وسمعت الكلام وبقت مؤدبة ومشيت على العجين ما تلخبطوش احتمال تلاقيها. طب ولو ما عملتش كده؟ احتمال بقى يا ماما جوزها يعرف ان هو ما كانش فارس احلامها اللي المفروض يختفى على حصان ابيض زرمكشي، ومامتها كمان احتمال تعرف انها بتقول عليها انها غبيه وتخينه. يا دي المصيبه، مامتها وجوزها. لا 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 لا، احنا لازم نساعدها. احنا دلناها على الطريق يا ماما وهي بقى تساعد نفسها، هي صغيره. انا تحت امركم في كل اللي تطلبوه. رانيا انا مزنوقه في خروجه كده، بلوستك البامبا نظيفه؟ انتي عارفه كويس ان انا ما بسلفش حاجتي لحد، عارفه كويس قوي. اه ماشي حقك برضو. تعرف يا عادل؟ عادل ما يعرفش مكان البلوزه بتاعتي. قومي هتلاقيها في رابع ضرفه في الدولاب. قومي. ايه ده معقوله يا رانيا هتسلفيها بلوستك؟ حياتي اختي، اختي حبيبتي. يا سلام، انا بحب قوي الروح الجماعيه اللي بينكم دي، يعني تسلفيها البلوزات والجيبات، يعني تتعاملوا مع بعض بقى، تتعاونوا يعني كاخوات فعلا. برافو عليك. طبعا يا حبيبي طبعا. رانيا يا حبيبتي ما شفتيش الشبشب بتاعي ابو صباع؟ لا يا طنط، اصل انا مش فاكره حاطاه فين، تحت السرير، تحت الدولاب، تحت الحوض، من فضلك شوفي لي هو فين. حاضر يا طنط. حبيبتي حبيبتي حماتي حبيبتي. ايه ده؟ معقوله هي وصلت لابو صباع كمان؟ لا ده كده انا ممكن اتشجع واطلب منها بقى. رانيا كوبايه ميه لو سمحت. وانت ما تقومش تجيبها لنفسك ليه؟ ما فيكش قدر ولا ايه؟ ولا مامتك اشترت لي الخدامه بتاعتك؟ رانيا يا ريت بسرعه تجيبي له الميه. حبيبتي حماتي حاضر يا طنط. Thank you.
ده انا بحبه موت، ما بعرفش ضيع ولا حلقه منه. بس دي اخر حلقه في المسلسل النهارده. يا سلام. رانيا، روني حبيبتي، انا مش عارفه ليه عندي صداع ودماغي عماله تضرب سبعات في تمانيات في سمبوكسات. ممكن تعملي فنجان قهوه ساده بس اظبط بينا فوخي؟ حاضر يا سلام، حاضر يا سلام. بلاش بلاش مسلسلات، بلاش راحه. متشكرة قوي يا رانيا، مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. ايه ده يا رانيا؟ ايه ده؟ انت قاعدة تلعبي وسايبة المكوة قد كده؟ مكوة ايه؟ مكوة ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس. ارحموني بقى، ارحموني بقى، انا من الصبح بطبخ وبكنس وبنضف وبشطف وبعمل كل حاجة، ارحموني بقى. ارحموني ارحموني دي، واحنا مولعين نار وشدينك على سيخ وبنهوي عليكي ولا ايه؟ ولا يمكن حاطين على بطنها حجر وبنعذبها؟ لا 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 بجد بحرم، حرام حرام بجد، لقد اوشكت طاقتي على النفاذ. سلامة بطارياتك يا حبيبتي، مرمرة لو سمحتي، ممكن تجيبي لها الشاحن من التسريحة؟ عايزين ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف عايزين ايه بالظبط؟ ده انا لو جارية من جواري بتوع سوق عكاظ كان زماني خدت جمعة وسبته حد اجازة. ليه؟ جارية في البنك المركزي؟ بطلي لو سمحتي سخرية على كلامي. السخرية دي زي شمطاء بالظبط. لا ما تقصدش يا ماما، هي قصدها سخرية ان احنا بنتمسخر عليها بنشتغلها يعني. انت حساسة قوي يا رانيا. لا يا حبيبتي، ده انا بحبك زي بنتي بالظبط، بس كل ده من العشم. يا رب انا عشمي في الكبير تخلصني منهم ويفتصل كده يا رب. اف بقى. ياه يا رانيا، من زمان ما قعدناش مع بعضينا قاعدة حلوة زي كده. وعلى فكرة يا عادل، ده ليه تأثير سلبي غير مرئي على العلاقة اللي بينا. عموما تحب تطلبي ايه؟ ممكن اطلب بأي حاجة مختلفة متوازنة السعرات. طب تحبي نطلب مثلا 2 مكرونة بخاصية الكبدة؟ عادل عادل عادل، انا قريت مسرحيه كراسي الاعتراف للكاتب المسرحي المشهور المؤلف العالمي ارنولد وشو. ارنولد وشو؟ لا انا شفت فيلم لهيب الانتقام بتاع ارنولد شوارزنجر. بص يا عادل، هو اي كائن حي يعيش ويتعايش ويتنفس ويتفاعل مع الطبيعه بيبقى جواه كم هائل من المشاعر والمتناقضات والاحاسيس والاحتياجات. لو ما حصلهاش تفريغ، علماء النفس بيقولوا ان هو ممكن يجيله مشكله وحطب في الجهاز الفني التنفسي. بعيدا عن ان انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوليها، بس يعني انت عايزه توصلي لايه بالظبط يا رانيا؟ هو انا كنت مخبيه عليك حاجه يعني. عادل عادل، انا خنتك يا عادل. ايه خنت يا شيخه؟ انا افتكرتك كنت هتقولي ايه. خنتيني 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 يا رانيا. بكهش قوي يا باشمهندس. لا بس 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 تكلت على الله، خنتيني يا رانيا. عادل حبيبي، انا خنتك بمؤلفاتي بكتاباتي. عادل بكتاباتك ازاي يعني؟ خنتيني مع أجندة؟ لا بصراحة بقى، كتبت عنك كلام وحش قوي. ما هو أصلي يا عادل العلاقة بيننا فيها مشكلة طول الوقت، أنا بحس كده إن في حاجات ناقصة. هقول لك بعدين. أيوة يعني كتبتي إيه في الأجندة؟ يعني مذكراتك مثلا، كتبتي أيام إعدادياتك مراهقتك والكلام ده مثلا؟ كتبت مذكراتي عنك، بس مش هي دي المشكلة. المذكرات اللي انا كتبتها عنك دي هبقى احكيها لك بعدين، مش مشكله. المشكله دلوقتي ان سناء ومامتك عرفوا وخدوا مذكراتي وماسكينها عليا زله وعاملين يتامروا عليا وبيعاملوني على اني جاريه من سوق عكاظ، ودي حاجه مضايقاني وخنقتني، فقلت اعترف لك وخلاص بقى اللي يحصل يحصل. طيب بص يا رانيا، بالنسبه لماما وبالنسبه لسناء، انت ما تسمعيش كلامهم، يعني هم يحاولوا يستغلوكي، انت بلطجي معاهم، ما تنفذيش اي حاجه هم عايزينها لغايه ما نتصرف بعد كده في حكايه مذكراتك اللي انت كاتباها عني دي بقى هنا.
رانيا ممكن تلمعي لي جزمتي البني؟ لا مش ممكن، لاني انا ما بلمعش جزم لحد، انا بس بضرب بالجزم. حلوه رانيا حلوه. ماشي حقك. تعرف يا عادل؟ تعرف يا عادل؟ تعرف يا عادل ان رانيا كاتبه مذكراتها؟ طب وفيها ايه؟ معادي جدا، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. طب تعرف يا عادل؟ تعرف يا عادل ان هي كانت بتحلم بفارس احلام يخطفها على حصان ابيض رماح؟ حصان ابيض رماح؟ والله انت عامله زي القطط بتاكل وتنكري. ليه انا مش خدتك القناطر وركبتك حمار ابيض وبرده كان رماح؟ هي حرة تركب أي حيوان هي عايزاه. ليش؟ دي رأيك. تمام تمام. رانيا خدي رفيلي الشراب ده. أنا ما برفيش شرابات لحد يا طنط، ممكن حضرتك ترفي أو تدي لبنت حضرتك ترفيهولك براحتكم. كده؟ تعرف يا عادل؟ ايوه عارف يا ماما ان رانيا كاتبه المذكرات بتاعتها. وتعرف كمان انها كاتبه انها كانت تتمنى تعيش مع فارس احلامها في جزيره. في جزيره؟ والله عامله زي القطط يا رانيا، جزيرتين اللي تعيشي فيها. انا مش خدتك قبل كده جزيره الشايف ان انت الحيوانات وغديتك وحلينا كمان برز بلبن؟ عادل احنا مش اتفقنا ولا ايه؟ ايوه هي حره يعني يا ماما تحلم باللي هي عايزاه. وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك فاشل في قيادة القطيع وان القطيع هو اللي بيقودك. ايه الكلام ده بقى؟ عادل بقى، هو انتوا قريتوا مذكراتها كلها ولا ايه؟ وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك مش ممكن تبقى فعل، دايما رد فعل. لا 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 كده كتير، او انا رد فعل؟ ايه يا عادل انت بتتخانق معاه علشان انا كتبت كده؟ ما بتخانقش معاهم هم علشان اقتحموا خصوصياتي؟ خصوصيات يا ام خصوصيات؟ تقولي عن الكلام ده كله وتقولي لي خصوصيات؟ خصوصياتي يا سلام، ما انت كمان كاتب في مذكراتك ان انا مش مدات احلامك وعمري ما كنت البنت اللي بتحلم بيها. ايه انت قريتي كمان مذكراتي؟ لعلمك بقى انا ما احبش حد يقتحم خصوصياتي. خصوصيات ايه يا ابو خصوصيات؟ ايوه خصوصياتي، لان دي حاجه ببقى انا المسؤول عنها، دي حاجه انا بفكر فيها وبكتبها في المذكرات، فانا حر اكتب اللي انا عايزه. خلاص انا كمان حره ان اكتب اللي انا عايزاه. لا انت مش حره، انت متجوزه ومتجوزه راجل، لازم تحترميه ولازم تحترمي كل كلمه بيقولها الراجل ده قدامك. خلاص انا كمان، انت كمان متجوزني ولازم تحترم كل حاجه انا بحس بيها جوايا. ايوه حسابي اللي انت حاسه بيه ده كان ايه؟ كان ايه بتكتبي جزيره جزيره اللي انت عايزه تروحي؟ Ha 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 ha!